شباب سنة أولى الجميل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. أنا هبة فرقة تالتة، هشرح لكم إن شاء الله العملي بتاع الموديول. هما 3 شرايح مش كتير، فإن شاء الله تبقى حصة خفيفة. أنا عارفة والله إنكم تعبتوا، خلاص هانت أهي، فاضل تكة صغيرة وتخلصوا بقى السنة دي على خير بإذن الله. طيب احنا عندنا 3 شرايح. أول شريحة هي تراكية، الشريحة التانية الأدلت لونج، الشريحة التالتة الفيتال لونج أو اللونج بتاعت البيبي. تمام، كل شريحة من دول هنشوف شكلها من بره ونشوف شكلها تحت الميكروسكوب ونعرف الكومنت بتاعها اللي هنكتبه في الامتحان ونشوف الفيديو بتاعها. تمام، طيب أول حاجة التراكية. التراكية من بره شكلها دايرة عادي، هي الشريحة الوحيدة اللي شكلها دايرة أصلا. طيب لما ابص تحت الميكروسكوب هتعرف عليها على أساس ايه؟ هلاقي الابيثيليال لايننج بتاع التراكيه ريسبيراتوري ابيثيليوم. طب ايه ريسبيراتوري ابيثيليوم ده؟ ده سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم وذ جوبلت سيلز. طيب وكمان المميز قوي ان انا هلاقي طبقه كارتليج كده عريضه في النص. الطبقه دي عباره عن كذا حلقه، الحلقات دي واخده شكل سي شيبت، وعامه ده منطقي لان هي التراكيه اصلا عباره عن دايره. طيب الحلقات دي عددها قد ايه؟ من 16 ل 20 حلقة تقريبا، فتحتهم بتبقى في التراكية من ورا. تمام، يبقى epithelial lining بتاعها pseudo stratified columnar epithelium with goblet cells اللي هو respiratory epithelium، في hyaline cartilage عبارة عن 16 ل 20 سي shaped ring بيفتحوا فين؟ posterior. تمام، طيب نشوف بقى شكلها تحت الميكروسكوب. الصورة اللي على الشمال عندي الطبقة الفوشية دي epithelial lining، اللي وراها ده الساب ميكوزا، الطبقة الكبيرة أو العريضة اللي في النص دي الهايلاين كارتليج. طب الصورة اللي على اليمين نفس الكلام برضو، الطبقة الفوشية ده الابيثيليال لايننج، بعد كده ساب ميكوزا، والخط الأبيض اللي في النص ده إلاستيك فايبرز بس مش باينة قوي تحت الميكروسكوب، وبعد كده الايه الهايلاين كارتليج. طيب نشوف الفيديو بتاعها. طيب ده شكل التراكية من بره اهو، دايرة زي ما قلنا عنها. ده شكلها تحت الميكروسكوب زي ما اتكلمنا فيه epithelial lining، بعد كده sub mucosa، بعد كده الهايلاين كارتليج. ده اهو شكل الشريحة واحنا بنحركها تحت الميكروسكوب. هنروح الناحية التانية من الدايرة هنلاقي نفس التكوين اللي اتكلمنا فيه، في elastic fiber اهو في النص. تمام، هنكبر بقى الهايلاين كارتليج دي، هنشوف كوندروسايتس. الكوندروسايتس واضحة جدا. تمام، وادي الابيثيليال لايننج برضو بقى واضح. طيب تاني شريحة عندي هي الأدلت لونج، شكلها من بره هشوف ايه؟ هشوف صباع موز لونه غامق كده شوية، أغمق من الشريحة الجاية لونه موف تقريبا. تمام، هو شكله من بره صباع موز جدا. طيب لما بص تحت الميكروسكوب ايه اللي يخليني اتعرف ان دي أدلت لونج؟ ان انا هلاقي برونكيولز، وهلاقي الفيولاي، الالفيولاي الول بتاعتها سين جدا، وهلاقي الفيولار ساكس وانتر الفيولار سيبتم. تمام، طيب نشوف بقى يبقى احنا قلنا هنشوف ايه؟ برونكيولز، وهنشوف الفيولاي سين وولد، هنشوف الفيولار ساكس اللي هي مجموعة الفيولاي فاتحة فيها، وانتر الفيولار سيبتم. طيب عندنا الصورة اللي على الشمال دي كلها الفيولاي اهي، كل مجموعة الفيولاي فاتحة في انتر في الفيولار ساكس سوري. تمام، الصورة اللي وكمان لا في يمين الصورة اللي على الشمال برضو، على اليمين كده هنلاقي ستراكتشر بالطول كده، ده الايه البرونكيول. طيب الصوره اللي على اليمين هلاقي فيه ستراكشر فوق كده في الصوره من فوق، ده برونكيول برضو، وتحت فيه اهو الفيولاي فاتحه في انتر في الفيولار ساكس. تمام، طيب نشوف بقى الفيديو بتاع الادلت لانج. طيب فيديو الادلت لانج اهو يا ولاد، زي ما قلنا من بره صباع موز لونه موف، ماشي، من جوه اهو ادي البرونكيولز على الجنب، وفي الالفيولاي اهي، دي اللي في النص دي برونكيول برضو، الفيولاي كلها شخبيط كده، دي الفيولاي مفتحة على بعضها. تمام، مفتحة في الفيولار ساكس اهي. تمام، سين وولد باين حتى ان هو الول بتاعها خط رفيع خالص. اخر شريحة عندنا هي الفيتال لونج، شكلها من بره هو نفس برضو منظر صباع الموز، بس هو لونه احمر، حتى من جوه تحت الميكروسكوب هنلاقي الستراكتشرز يعني حمراء اكتر. تمام، طب
يعني انا لو مش واخده بالي من الالوان، لو ركزت كده في صباع الموز ده من بره هلاقي فيه سبتم كده ماشي في النص، ده ما كانش موجود في صباع الموز الاولاني. تمام. طيب وهلاقي كمان في كبسول كده حوالين صباع الموز من بره باينه برضو هنا قوي، مش موجوده في صباع الموز اللي فات. طيب انا المفروض لما ابص هعرفها منين؟ هعرفها من تحت الميكروسكوب، من سك كونكتيف تيشو سيبتم اللي احنا كنا شفناه اصلا على الشريحه من بره. تمام. هنشوف واضح قوي جوه، وان في برضو الفيولاي والفيولار ساكس، ودي حاجه طبيعيه اصلا بما انها لونج، يبقى هشوف سك كونكتيف تيشو سيبتم وهشوف الفيولاي والفيولار ساكس. طيب الشريحه اللي على الشمال عندي الكونكتيف تيشو سيبتم واضح خالص اهو، ودي الكبسول اللي شفناها من بره، الكبسول سيكند والكونكتيف تيشو سيبتم برضو سيكند جدا. هلاقي الالفيولاي مقفله على بعضها شويه، مش مفتحه قوي زي الشريحه اللي فاتت. تمام. وهلاقي برضو الاستراكشرز حمراء اكتر، الاستراكشرز في الشريحه اللي فاتت كانت موف شويه. طيب الصوره اللي على اليمين عندي في حاجه تحت طالعه لفوق كده شويه، ده البرونكيولز، ودي برضو الشخبطه دي كلها الفيولاي والفيولار ساكس. طيب الفيديو بقى، فيديو الفيتال لونج اهو، الكبسول باينه من بره وباين السبتم في النص. نشوف بقى تحت الميكروسكوب اهو، ادي الكبسول سكند جدا، كونكتيف تيشو سبتم تخين فعلا في النص، والالفيولاي مش مفتحه على بعضها قوي زي الاولانيه، ده برونكيولا اهو اللي في النص. وهلاقي برضو بلود فيزلز كده، برونكيول اهي، ودي بلود فيزل، الفيولاي اهي، شخبطه مليانه الفيولاي، برضو الكبسول الناحيه التانية سكند وفي سبتم طالع منها. طيب احنا كده يعتبر خلصنا. حابه بس ان نلف على الكومنتات تاني. اول حاجه قلنا الكومنت بتاع التراكيه، قلنا شكلها من بره دايره، من جوه هلاقي ابيثيليال لايننج عباره عن ستراتيفاي سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليا موز جوبلت سيلز اللي هو ريسبيراتوري ابيثيليم. هلاقي هايلاين كارتليج عباره عن 16 ل 20 سي شيب درينج بيفتحوا بوستيرير. تمام. هشوف ايه؟ هشوف اهو هايلاين كارتليج في النص، وفي ابيثيليال لايننج بره، وفي سب ميكوزا ما بينهم. بعد كده الادلت لانج، قلت من بره صباع موز لونه موف. هتعرف عليها ازاي؟ برونكيولز، هلاقي برونكيولز في النص، وهلاقي الفيولاي هتبقى سان وولد ومفتحه كلها على بعضها، هلاقي بياض كتير في الشريحه قدامي، الفيولار ساكس وانتر الفيولار سيبتم، ده شكلها اهو. وبعد كده قلت الفيتال لانج صباع موز لونه احمر، في سبتم باين في النص، والكبسول اللي حواليه من بره باين برضو. هلاقي سك كونكتيف تيشو سبتم تحت الميكروسكوب، هلاقي الفيولاي والفيولار ساكس بس مقفله على بعضها شويه، مش فاتحه قوي زي الشريحه اللي فاتت، ومش هلاقي بياض كتير في الشريحه زي الادلت لانج. تمام. شكرا، يا رب اكون ما طولتش عليكم.